السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أخواني وأخواتي، أنا الطالب عبد الرحمن عبد الله الشريف، طالب مبتعث في كندا، تحديدا في مدينة شارلوتاون جزيرة الأمير إدوارد. يشرفني ويسعدني أن أقدم نفسي في الانتخابات لرئاسة النادي السعودي في مدينة شارلوتاون. هناك هيكلة كاملة ومتواضعة لتقديم الخدمات لهذا النادي السعودي وتقديم الخدمات الإضافية. بالنسبة للإدارة السابقة أو القديمة، سوف يتم أخذ النقاط الإيجابية والعمل عليها وتطويرها مع خالص الشكر والتقدير لما قدموه. بالنسبة للهيكلة الجديدة، ابتداء من الرئيس وهو الطالب عبد الرحمن عبد الله الشريف، وهو المسؤول الرسمي للتواصل مع الملحقية والإشراف عن النادي السعودي في شارلوتاون وتنسيق النشاطات الاجتماعية والرياضية واستقبال الطلبة الجدد في جزيرة الأمير إدوارد. ثانيا، نائب الرئيس وهو الطالب بندر الفيفي، وسوف يتحمل المسؤولية الكاملة لرئاسة النادي السعودي في حالة غياب الرئيس. ثالثا، المشرف الرياضي والاجتماعي وهو الطالب علي الغامدي، وهو الذي سوف يقوم بالترتيب والتنسيق كل ما يلزم للأمور الرياضية والاجتماعية. رابعا، أمين الصندوق وهو الطالب ياسر العنزي، وهو المسؤول عن جميع الأمور المالية التي تخص النادي السعودي. خامسا، استقبال الطلبة الجدد، والذي سوف يتكفل في ذلك الطالب باسل عرفة، ومن مهامه فتح ملف في الجامعة للتواصل بين الطلاب الجدد والجامعة وترتيب أمورهم والخدمات الأخرى. Brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would like to introduce myself. My name is Abdurrahman Al Sharif. I'm hoping to be the president of Saudi club here in Charlottetown. However, I classified my administration into four administrators. One, vice president. He is responsible to take care of the Saudi club here in Charlottetown when the president is not here in Charlottetown or in the city. Two, cultural and sporting activity official. He's in charge to arrange the meeting for the Saudi club students. Three, the financial institution. The student who is taking charge for this position is Yasser Al-Anizi, who's gonna calculate all the statement and bills for the club. Four, reception of a new student. He's in charge to meet the new students in the airport and arrange their situations. ولن ننسى الجانب النسائي، فتم وضع رئيسة للنادي السعودي للجانب النسائي، وهي الأستاذة بسمة ثابت، والتي سوف تقوم بتشكيل هيكلة كاملة التي تراها مناسبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, vote for me and remember, I'm not going to disappoint you. Thank you.